بنجيب بتواصل معاك كابتن هيثم، تحياتي ليك ولضيفك الكريم كابتن هشام عبد الوهاب وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بينضم لي نجم من نجوم النادي الاهلي في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، وواحد بقى من اللي اسسوا جيل العظماء، جيل اوائل التسعينات في النادي الاهلي، كابتن احمد جلال. تحياتي لحضرتك، يعني تعليقك النهارده على تقديم المدير الفني الجديد وكمان المؤتمر الصحفي. طبعا النادي الاهلي دايما بيقدم الجديد، ودي نقله عالميه لمدرب عالمي. المدرب ده مدرب منتخب مصر سابقا، ودايما الاهلي بيفاجئنا بحاجات عالميه، مش ولازم بعد كده باذن الله هتلاقينا بنكسب بطولات عالميه. وبدليل النهارده احنا بنلعب من دور الاربعه في بطوله العالم للانديه في السعوديه. كابتن احمد، يمكن حضرتك دلوقتي كمان مسؤول عن ملف الاكاديميات، يعني الاجيال الجايه بقى وكره القدم في النادي الاهلي، كره اليد في كره في النادي الاهلي، شايف الجاي بقى ازاي؟ باذن الله الجاي باذن الله يبشر بالخير. احنا في الاكاديميه عندنا مطلعين حوالي 8 فرق للصغيرين، اربعه بنات واربعه اولاد، وما شاء الله كلهم بيتمتعوا بالبنيه الجسمانيه والمهارات الفرديه والمهارات الجماعيه لكره اليد. احدث طرق واساليب كره اليد بنطبقها في الاولاد دول باذن الله. هتشوف اجيال مع الحاجات اللعب الحديث وكده، هتلاقيهم طفره ثانيه. يعني اخيرا تعقيبك على اداء الفريق الاول لكره اليد في كاس العالم والوصول ومباراه الدور قبل النهائي النهارده. طبعا الحمد لله وصلنا في دور الاربعه. طبعا زي ما احنا شفنا كده، اولاد النادي الاهلي هم اللي دايما يحطوا البصمه، وعندنا لعيبه على مستوى عالمي، بدليل ان احنا ما عندناش ولا لعيب اجنبي في الفرقه. طلعنا دور الاربعه باولاد النادي الاهلي وبايديهم، وحتى المدربين بتوعنا مدربين النادي الاهلي من ابناء النادي الاهلي وشاربين البطولات، عشان كده طلعوا دور الاربعه. وباذن الله النهارده يحصل مفاجاه، وباذن الله نلعب على الاول والثاني باذن الله. كابتن احمد، هناك دوام التوفيق باذن الله. الله يخليك، شكرا. شكرا كابتن هيثم. دي كانت تغطيتنا للمؤتمر الصحفي لتقديم المدير الفني الجديد لفريق كره اليد بالنادي الاهلي مستر ديفيد ديفيس، ويمكن اجواء اكثر من رائعه ومؤتمر صحفي يليق بقيمه وتاريخ النادي الاهلي، وان شاء الله اللي جاي كله يبقى خير، وبدايه الخير تكون النهارده ان شاء الله، وتحقيق الفوز والوصول للمباراه النهائيه للمره الثانيه في تاريخ النادي الاهلي بعد انجاز 2007. كل التوفيق للنادي